بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل. نكمل محاضراتنا. طبعا المحاضرة السابقة حول السبيشال كونكريت اللي أخذنا بها اللايت ويت كونكريت. ناخذ بهذه المحاضرة راح ناخذ نوع آخر من السبيشال كونكريت اللي هي Aerated كونكريت أو الخرسانة المهوات. من اسمها طبعا المهوات اللي تحتوي على الهواء. The second type of lightweight concrete is aerated concrete, which is produced by introducing air into the concrete. يعني تنتج هذه الخرسانة الخاصة من الهواء الموجود أو تنتج الهواء الموجود داخل الخرسانة. It is also called cellular concrete اللي هي الخرسانة الخلوية. Have void between اللي تحتوي على ال void مالتها بين 0.1 إلى 1 millimeter size. هناك أكو طريقتين two ways are there to induce the air concrete. أكو طريق الطريقة الأولى لإنتاج ال aerated concrete اللي هي الغاز concrete. Is produced by chemical reaction in which gas is produced in the concrete. نعمل بعض التفاعلات الكيمياء داخل الكونكريت لإنتاج الغاز داخل الخرسانة. مثل ايش هاي هنا عندنا finally divided aluminium powder. استعمال الباودر الألمنيوم يستخدم هذا as gas producing agent اللي ينتج الهواء أو الغاز داخل الكونكريت. بعد شنو it's quantity is about اللي ينتج بحوالي يستخدم أو اللي كميته بحوالي 0.2% من ال weight of cement من وزن السمنت. Aluminium powder react with شو يعني شلون هذا يشتغل هذا الألمنيوم راح يتفاعل with CaOH by 2 liberate hydrogen bubbles اللي يتفاعل هذا الألمنيوم powder يتفاعل مع المركب CaOH هيدروكسيد الكالسيوم الموجود بالكونكريت اللي ينتج فقاعات الهواء. A powder zinc aluminium alloy or hydrogen peroxide can also be used. يعني أنواع من البنزينك والألمنيوم ألوي أو الهيدروجين بروكسايد يمكن استخدمه لإنتاج الغاز بالخرسانة. الطريقة الثانية لإنتاج الأيروتيد كونكريت اللي هي الفوم كونكريت أو الكونكريت الرغوي. الخرسانة الرغوية is produced by adding foaming agent يعني إضافة مركبات رغوية لإنتاج يعني الهواء داخل الخرسانة اللي عادة لها هيدروليزايد بروتين أو رايزنج سوب أو الراتينج أو هذا بعض أنواع البوليمرات أثناء الخبط. In some cases stable performed foam is also added during mixing. هذه المواد ضيفة أثناء الميكسينج أو الميكسيشر بالميكسر بالخباط. Concrete of density يعني الكونكريت اللي الكثافة مالته تنتج بهاي بحدود 300 كيلوغرام بالمتر مكعب إلى 1100 كيلوغرام متر مكعب يمكن نحصل عليها. الكومبريسيف سترينث مالته بين 12 إلى 14 ميجا باسكال وهاي يعني خاصة الخرسانة اللي تكون بحدود 500 الكثافة مالته 500 كيلوغرام للمتر مكعب. أكو ملاحظة مهمة يقول Aerated concrete has higher thermal moving اللي هي تكون أعلى التوصيل الحراري وأعلى بالانكماش higher shrinkage and higher moisture movement للانتقال الرطوبة مع أكثر عند مقارنتها بال lightweight aggregate اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة اللي تنطي هذيني طبعا ينطي لي same strength اللي يعطي نفس المقاومة. هسه النوع الآخر من السبيشال كونكريت اللي هو اسمه نو فاين كونكريت. من اسمه طبعا نو فاين كونكريت يعني ما يحتوي على فاين أجريجيت اللي هو الرمل ساند. The third type of lightweight concrete الخرسانة طبعا هاي يعتبر هم من الخرسانة الخفيفة is no fine concrete اللي هو ما يحتوي على الركام الناعم. Is produced by omitting the fine aggregate اللي هو نلغي الفاين أجريجيت من الخرسانة الاعتيادية فتعطينا نو فاين كونكريت. هذه الخرسانة this concrete has only cement and coarse aggregate and water
يعني بس هذين ثلاث مكونات، السمنت والركام الخشن واللي هو الحصو والووتر. يقول يمكن أن نعرض we can't be offered the properties of this type of lightweight concrete. يمكن نعرض أن هذا النوع من lightweight concrete عفوا نعرض ال properties خواصه due to the absence of fine aggregate concrete will have large void resulting in the lightweight concrete. أكيد من وخر ال fine aggregate راح يكون ال void مالتها كبير، يعني المسامات أو النفاذية مالتها تكون كبيرة. Even though there is a reduction in strength، راح تقلل strength. There is no capillary movement water، راح تكون هناك يعني ماكو لمسامات لانتقال الماء. كذلك يكون ال permeability مالتها قليلة. And consequently more durable، يكون الإدامة مالتها كبيرة يعني. No fine concrete with lighter coarse aggregate can get density. density مالتها يعني مالتها تكون قليلة بحدود 640 كيلوغرام متر مكعب. Very often only size of coarse aggregate or only single size of coarse aggregate، اللي هو نستعمل هنا نستعمل حجم واحد من الركام الخشن اللي هو المار من المنخل 20 مليمتر اللي متبقي 10 يستخدم هذا في كثير من الأحيان اللي هو حجم واحد. يقول لي استخدام by using single size aggregate يعني استخدام حجم واحد راح يكون الفويد المسامات مالته تكون تزداد can be increased. The actual void content may vary between يعني حدود ال actual void content تتراوح بين 30-40%. تعتمد على من هاي تعتمد على degree of consolidation of concrete اللي هو استقرار درجة استقرار الكونكريت. No fine concrete is generally made with the aggregate cement ratio from 6:1 or to 10:1 اللي هو نسبة الركام الخشن نسبة الركام إلى السمنت حدود 6:1 أو 10:1. The water cement ratio يعني تستخدم متغيرة بحدود 0.38 إلى 0.5. بالنسبة للstrength of concrete is depending on water cement ratio تعتمد على كمية بالإضافة إلى الaggregate cement ratio إضافة إلى نسبة الركام إلى السمنت. Typical flow rate of water through provide previous concrete يعني مقدار كمية النفاذية إذا ناس معدل النفاذية أو الجريان roughly بصورة عشوائية يعني أو بحدود 120 إلى 320 لتر بالمتر مربع بالمنت. لدراينج شرينكيج أو فاين كونكريت ديفلوبت سونر يعني الدراينج شرينكيج يزداد هذا أو العفو يزداد يتطور لحظيا يعني مباشرة يصير الدراينج شرينكيج but is much less than conventional concrete اللي هو يكون أقل من الخرسانة الاعتيادية roughly 50% إلى 80% shrinkage occurs in first 10 days يعني بحدود 80 أو 50-80% من الشرينكج يحدث خلال 10 أيام الأولى إذا نقارنها يعني بالخرسانة الاعتيادية حدود 20-30% بالنسبة للخرسانة الاعتيادية. يقول بسبب because of this lower shrinkage and the surface texture many no fine concrete are made without control joint and allowed to crack randomly. يعني هنا يسمح هذا بسبب الانكماش مالته او السطح مالته راح يكون هناك الكراك تحدث بصورة عشوائية بالنسبة للخرسانة. يقول the compressive strength decreases with decreasing density أكيد يعني راح تتناقص مع نقصان الكثافة. هذا الجدول راح يوضح لنا يعني نسبة الركام إلى السمنت، نسبة الماء إلى السمنت، الكثافة والcompressive strength. ونشوف إحنا من تزداد من تقل الكثافة راح تقل الcompressive strength. من يزداد نسبة الركام إلى السمنت تقل compressive strength. من يزداد الwater cement ratio راح يقل compressive strength.
هسه ناخذ نوع اخر من السبيشال كونكريت اللي هو الهاي دنسيتي كونكريت. طبعا من اسمها الهاي دنسيتي كونكريت هي الخرسانه ذات الكثافه العاليه. الكثافه العاليه طبعا تستخدم هذه النوع من الخرسانه الخاصه في مواقع معينه او منشآت معينه. هسه نجي نشوف وين تستخدم هذه الخرسانه. High density heavy weight اسمها heavy weight concrete has density of اللي كثافة تتراوح بحدود 6400 كيلوغرام للمتر المكعب. Heavy weight concrete is used principally for radiation shielding اللي هو تستعمل في تدعيم للإشعاعات يعني المنشأ بإشعاعات, but is also used for counterweight weights and يعني نستعمل في الميازين في مكانات نستعمل في الميازين هاي الرافعات يخلون بها كتل خرسانية كلش ثقيلة للوزن مثل الكرين. هذا الكرين يشوفون التور العالي يخلون به قطع من الكونكريت, هي هاي يستعمل الهيفي كونكريت. As a shielding material التدعيم يعني تدعيم المواد يستخدم الهيفي كونكريت هيفي ويت كونكريت. ليش نستعمله للحماية من الإكس راي من أشعة الإكس راي الجاما راي عن نيوترون راديشن إشعاعات نيوترونية نستعمل هذا النوع من الخرسانة. Where space requirement are not important يعني هنا بالنسبة للمسافات أو المساحات اللي نعمل بها الخرسانة غير مهمة, يعني نأخذ راحتنا باستعمال الخرسانة. Normal weight concrete will generally produce the most economical shell. يعني هاي ال normal concrete هتكون أكثر يعني اقتصادية من ال heavy concrete. Heavy weight concrete will allow to reduction in shell thickness. يعني إحنا بنستعمل هذا ال heavy concrete أكيد راح نقلل من الثيكنس مال الممبر مالتنا اللي راح يكون مقاومته عالية والكثافة مالتها راح نقلل من الثيكنس. Effectiveness of a concrete shield against gamma ray قلنا احنا نستعمل هذا بالنسبة ضد الجاما ray is approximately proportional to the density of concrete. هذا يعتمد على نسبة الكثافة مالت الكونكريت. On the other hand من وجهة نظر أخرى the effective shield against neutron hydration required to both heavy and light limit يعني نحتاج إلى يعني الثقل أو الكثافة الخرسانة ومقاومتها أو للإشعاعات. The hydrogen in water provide an effective light element in concrete. هاي الهيدروجين الموجود بالووتر راح يعزز مقاومة الخرسانة لتأثير الضوء. Heavy weight concrete with high fixed water content of the use of if both gamma ray and neutron radiation are to be attenuated اللي هي يعني يقول هنا هذا النوع من الخرسانة راح يعني الماء الموجود به راح يقلل من تأثيره من الإشعاعات إشعاع جاما أو الإشعاعات النيترونية المأثرة على الممبر. Born glass is also added to attenuate neutron يعني هذا أكو نوع من أنواع من المركبات اللي تزيد مقاومة الخرسانة لتأثيرات النيوترون. وهسه راح نشوفها بالجدول بالسلايد المقبل راح نشوف نوعية هذه الكثافة مع الخرسانة وشون تأثيرها. يقول احنا شون ننتج هاي الهيفي ويت كونكريت او اللي نسميها احنا نفسها الهاي دنسيتي كونكريت من ستيل بانشينج اند شوت. ستيل بانشينج اللي هو من قطع الركام نستعمل قطع الحديد او القطع المعدنية لإنتاج الخرسانة العالية الكثافة واللي هي بحدود أكثر من 4800 كيلوغرام للمتر المكعب هاي كثافتها. طبعا هنا راح يقول هنا In general selection of an aggregate is determined يحددنا physical property يحددنا الخواص الفيزيائية والكلفة كذلك.
for good workability, mixing density, and economy aggregate should be roughly cubical in shape, يعني هيكون بشكل مكعب للحصول على workability يعني جيدة وما نفقد من الخواص الخرسانة أثناء التحضير. Except for density, طبعا ما عدا الكثافة. هذه physical properties يعني ما عدا الكثافة راح تكون بالنسبة لهذه كثافة راح تكون نفس ال properties ما تبي بالنسبة للكثافة لل normal weight concrete. Typical density of concrete may made with the some commonly used high density aggregate also in the table. يعني قلنا هسه هذا الجدول راح نعطيكم إياه راح يعطينا يشرح لنا ال properties مال ال heavy weight concrete. يقول conventional method of mixing and placing often are used. احنا نستعمل طريقة مناسبة للخلط وطريقة الخلط ووضع الخرسانة. But care must be taken avoid overloading the mixer. يعني من نخبط المكسر لازم نقلل يعني ناخذ حذرنا ليكون على مود لي يزداد الحمل على المكسر اثناء الخلط يعني. أو خصوصا very heavy aggregate يعني الركام إذا كان هذا الركام بشكل مكعبات ويعني حديد مقطع راح يكون صعب استخدامه أثناء الخبط. Batch size should be reduces يعني لازم نقلل حجم الخلطة الاستعمال بالمكسر نقللها بحدود 50% على مود لا يأثر على المكسر ومما يعني نحصل على خرسانة وركوبلتي ما عالية ما يصير segregation أو فعزل بالنسبة للركام داخل هذا الجدول. قبل أن نتكلم عن هذا الجدول يقول هنا the method also reduces هذه الطريقة تعطينا تقلل من drying shrinkage بالنسبة للhigh density of concrete. يعطينا كذلك يعطينا uniform density and composition يعطينا كثافة منظمة وبالتركيب مالتها هم كذلك يعطينا ذو تركيبة جيدة يعني الهوموجينيس مالتها عالي. Pumping of heavy concrete through pipeline may be advantages يعني هنا الضخ مالتها بالإمكان ضخها لكن ما نقدر نضخها إلى مسافات بعيدة مثل النورمال كونكريت لأن أكيد كثافة عالية فنستعمل pump يضخها لمسافات قريبة. هذا الجدول شو راح يعطينا هذا الجدول؟ هذا الجدول يعطينا أنواع الركام اللي يستخدم بالهاي ديسيتي كونكريت يعطينا كذلك الفيكست ووتر الماء المتبقي الموجود بالخرسانة يعطينا نسبة الكثافة النسبية للركام يعطينا الكثافة الركام الفعلية وكثافة الخرسانة الهاي ديسيتي كونكريت. يعني هنا أنا إذا نشوف أول واحد كثافة الركام 2080 إلى 2240 كيلوغرام متر مكعب يعطينا كونكريت دينسيتي بحدود 2880 إلى 3200 كيلوغرام للمتر مكعب. شكرا لإصغائكم أمنياتي للجميع بالتوفيق الدائم.